وما حكم النظر إلى المرأة بدون شهوة كالنظر إلى المرأة في التلفاز لسماع الأخبار؟ يجوز النظر إلى المرأة إذا كان بشهوة فهو حرام، وإن كان بدون شهوة وهي سافرة فهذا أيضا معصية، لأنها هي عاصية بكونها تخرج سافرة التلفاز. فإذا نظرت إليها فأنت أقررتها على الشيء هذا، فلا تنظر إليها. نعم.